ليش المعلم غالب عطيك وش ما بعرف؟ صاير تروح وتجي على كيفك. الجماعة بيجوا بالسنة مرة، يا دوب يضلوا 5 أيام. مظبوط، بيعدولن 5 أيام ومشاكلهم ما بتخلص بخمسة شهور، وأنت كمان ما بتقصر لما بتكون معهم. أنا اليوم ما شربت، وشميني إذا لأنه بدي. شربت مبارح عن شهر. كلا طبخت لك إياها خص نص. إيه عم باكل. فتلت كل التلة لجمعت لك هالخبيزات، إيه؟ صحيح اليوم شفت رشاد رجدان هنيك، معه نسيب عضو مجلس الشعب، الظاهر كان عم يفرجيه على المنطقة. رشاد مو مصدق حاله انه رح يناسبه، قال لي هو عم يعرفني عليه رشوان بيك عضو مجلس الشعب حما ابني. وحكيتي معه؟ المسكين عم يحلم وعيونه مفتحين، بس لا تخاف عليه ما قصرت معه، قلت له كلمتين بالعظم، صدقني ما رح ينساهم بحياته، وبكره بتشوف يا كريم. ما قصرتي. شوفي. ومع هيك عزمني لاحضر خطبه ابنه، على اساس نحن كثير صحبه مع بعض. تعرف لازم الواحد يروح على الخطبه ليشوف شلون رح يتفاجئوا، هن مفكرين العالم رح ينقطوهم بطابوا الاراضي على العرس. اكيد وقتها بيطلعوا هيك وبالربط لسانهم. يعني ناوي تروحي وين على الخطبه؟ طبعا انا اللي بروح، لازم اروح وفرجيهم حالي، ما بيطلع لي يعني، واقعد اضحك عليهم كه 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 وبتسلالي شوي بشوفه هالعالم، بلكي بلاقي لك عروس هنيك. مين قالك بدي؟ وليش لا، أحلى بنات إسطنبول رح يكونوا موجودين هنيك بحفلة الخطبة. ليش ابنه بشو أحلى منك؟ إما فشر لك، أنت زينة الشباب يا ابني، وطبعاً وقتها رح وقف قدامه لرشاد بيك وشوف حالي بحما ابني أنا كمان.